اكرامي في حراس المرمى اكيد طبعا، معاه اربعه قدام، كريم ندفد ناحيه اليمين زي ما كابتن عادل توقع، وسعد سمير وكوليبالي اثنين مساكين، ومعاهم ايمن اشرف ناحيه الشمال، حسام عاشور وهشام محمد اثنين ارتكازين او ديفندرات، واحمد الشيخ وناصر ماهر وليد سليمان وصلاح تاني. محسن تاني معلش تاني. اكرامي وندفد وسعد وكوليبالي وايمن اشرف، حسام عاشور، هشام محمد، ديفندرات، كابتن بلال، قدامهم ثلاثه، احمد الشيخ هيلعب ناحيه اليمين او يلعب ناحيه الشمال مع وليد سليمان، هنشوف معاه وليد سليمان، ناصر ماهر كصانع العاب، وصلاح محسن كمهاجم صريح، معهم سبعه بدلاء، علي لطفي واسلام محارب وصبر الرحيل وحمودي ومروان ومحمد شريف وباسم علي. تاني اقولهم لك تاني على مين بس؟ انت مالك بسرعه؟ طب ما تطبعنا الورق. طيب حاضر اطبعوا الورق، انا بقولها بس للساده المشاهدين. اتفضل. التشكيل قدام حضراتكم اهو، والبدلاء كابتن حماده، علي لطفي، علي لطفي، اسلام محارب، صبر الرحيل، واحمد حمودي، ومروان محسن، محمد شريف، وباسم علي. ده التشكيلة يا كابتن حماد كنت تمام بتسأل عليه. تمام. احتياطي بقى معلش، ما هو الاحتياطي علي لطفي، اسلام محارب، صبر رحيل، احمد حمود، احمد حمودي، ومروان شريف، وباسم علي. وباسم علي. شريف وباسم علي. ده يعني تشكيل طبعا يعني كويس في